بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أجمل تحية نحييكم بها هنا من ميدان المرموم لسباقات اللجنة العربية الأصيلة في هذا اليوم 28 من ديسمبر لعام 2021، في هذا السباق التمهيدي التاسع بالنسبة لسن الصغار. وفي هذا اليوم لدينا 20 شوطا خاصة بفئة الإذاع وسن الإذاع، حيث تسير منافسات هذا اليوم على مدى 6 كيلومترات. بسم الله وعلى بركة الله ينطلق أول الأشواط أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، معلنين بداية التحدي والتنافس في منافسات هجنة أبناء القبائل على أرضية هذا الميدان. 12 شوطا خاصة بالأشواط المفتوحة، بعد ذلك أشواط الإنتاج والمنتجين. على بركة الله نسير بحضراتكم مع أول التحدي وأول الانطلاقات للأبكار المحليات الأصايل. ترحيبنا بجميع الأخوة المتابعين هنا في قلب الحدث ميدان المرموم وتحفة ميادين السباق. ترحيبنا كذلك بالمتابعين عبر دبي ريسنج 3 هنا من خلال وجود مخرج هذا السباق وليد البارودي وطاقم العمل الفني لقناة دبي ريسنج وكذلك نادي دبي لسباقات الهجن. فأهلا وسهلا بالجميع، ومباشرة إلى مقدمة هذا الشوط، حيث تتقدم شواهين تعود ملكيتها الزاع بن غلام بن موسى البلوشي، يتقدم مع وجود شواهين على المركز الأول، بينما الوارية تحتل المركز الثاني. محمد بن عبيد بن سويد العامري يحتل ثاني المراكز، انتقل إلى المركز الثالث، وتصل من خلال هذه اللحظات إعلان سلطان بن سعيد بو إبراهيم يتقدم يحتل المركز الثالث. المركز الرابع هنا وصول من خلال مطفية تعود ملكيتها لمكتوم بن الشيب السبوسي، يصل يتقدم إلى المركز الثاني. المركز الرابع نتابع شعار بن دري هنا الجري يقدم لنا الهدة، سعيد بن حمد بن دري الفلاحي، بينما المركز الخامس من الجانب الآخر وصول من عواصف خلفان بن نواب بن نوح البلوشي يحتل المركز الخامس. المركز السادس هنا الضبي سيف بن سعيد بن غانم المنصوري هنا يتقدم ويصل في هذه اللحظة إلى المركز السادس. المركز السابع الوارية لمحمد بن عبيد بن سويد العامري يصل ويأخذ المركز السابع في هذه الأثناء. هكذا هي النتيجة للمراكز المتقدمة في هذه اللحظات ضمن المجموعة الأولى والمجموعة الرئيسة في هذه الانطلاقات الصباحية. نعود إلى المقدمة وإلى الصدارة وإلى صدارة هذا الشوط، إلى شواهين حيث هي المتصدرة الهدف ومتصدر الناموس ومتصدر نيشان. الأخوة المشاركين حتى هذه اللحظات، هذه شواهين هزاع بن غلام البلوشي يتصدر المجموعة ويتصدر المشاركين. في هذه الانطلاقة وفي هذه الإطلالة الرائعة الجميلة من خلال وجود شواهين، بينما في المركز الثاني تتواجد مطفية، على المركز الثاني مكتوم بن الشيب السبوسي يقدم هذا الاسم، بينما الهدى قادمة سيف بن سعيد بن دري الفلاحي يقدم الهدى من تشارك في المركز الثالث. أما المركز الرابع فتتواجد من خلاله الضبي سيف بن سعيد بن غانم المنصوري، يصل هنا ليكون كذلك مشاركا وندا قويا في هذه المشاركة على المركز الرابع، بينما في المركز الخامس وصول من الوارية لمحمد بن عبيد بن سويد العامري يحتل المركز الخامس، بينما في المركز السادس شعار بو إبراهيم ويقدم لنا إعلان سلطان بن سعيد بو إبراهيم يحتل سادس المراكز. المركز السابع هنا قدوم في هذه اللحظات من خلال وجود الوارية
عيسى بن سعيد الخيالي يقدم الواري على سابع المراكز وثامن المراكز لخلفان بن نواب بن نوح البلوشي. هي عواصف تتواجد على ثامن المراكز بهذه الانطلاقات، بينما نحن نسير وتسير قافلة التحدي وقافلة الناموس بالمشاركة وإسناد الكثير من المهام لهذه الأبكار بالتنافس والتحدي. عودة إلى الصراع ومنتصف الطريق لمسافة 6 كيلومترات، ولا زالت على القمة، لا زالت على القمة حتى هذه اللحظات. ما شاء الله شواهين في أداها الجميل والراية على المركز الأول. هزاع بن غلام البلوشي هو الآن المتصدر حتى هذه اللحظات نيشان هذا الشوط، وهو على هدف الناموس. بينما في المركز الثاني من اليسار ولليمين هنا في هذه اللحظات تتواجد لسيف بن سعيد المنصوري حاضرة في هذا التحدي على ثاني المراكز، وتتقدم تقدم كبير وملموس ومحسوس هذه الظبي. بينما الهدى لسيف بن سعيد بن دري الفلاحي تتواجد كذلك في هذه القمة في الثلاثية حتى اللحظة وعلى المركز الثالث. بينما في المركز الرابع تتقدم الوارية، تتقدم الوارية لتقلص الفارق. سعيد بن عبيد بن سويد العامري يحتل المركز الرابع، بينما هنا في المركز الخامس واصلة مطفية ومكتوم بن الشيبة السبوسي يقدم هذا الاسم، يقدم هذه النوعية على المركز الخامس الآن. بينما في المركز السادس واصلة الوارية، الوارية عيسى بن سعيد الخيالي يقدم الواريه في هذه المشاركه ليتواجد على المركز السادس، بينما البقيه قادمين. المركز السابع الان شعار بن رشيد يتدخل مع نهب خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي، احتلت المركز السابع. المركز الثامن هذه ملهمه، مبارك بن سالم بن قروش العويسي يتقدم الى المركز الثامن. المركز التاسع من الجانب الاخر حضور من العزره للشريجي بن محمد بن معدن. والمركز العاشر هذه اللي وصلت الواعية لنابت بن سلطان بن رشيد. يا سلام بو مايد، هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة، ونحن دخلنا في أجواء الكيلو والنصف الأخيرة، أجواء الكيلو والنصف الأخيرة مع شراقة شمس هذا اليوم. يا سلام، تغيير إلى المركز الأول ما شاء الله، تغيير في قمة الشوط، التغيير اللي طرى وجرى. يا سلام، هذه اللي أمامكم على الساحة، أمامكم على الساحة الظبي 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 سيف بن سعيد بن غانم المنصوري يتقدم حتى اللحظة ويقدم الظبي على ناموسي هذا الشوط. بينما الواريه قلصت الفارق واتت على المركز الثاني. انا في هذه اللحظات تعود ملكية الوارية مشاهدينا الكرام لمحمد بن عبيد بن سويد العامري. 1200 على خط النهاية والسيطرة، الله شوفوا شوفوا ثنائية السيطرة بين الظبي وبين الوارية، بين الظبي والوارية، لكن الظبي مسيطرة، الظبي مسيطرة ما شاء الله. سيف بن سعيد بن غانم المنصوري الله شوفوا شوفوا الظبي، الظبي مسيطرة في المقدمة. سيف بن سعيد بن يريو المنصوري الآن يتقدم على المركز الأول. السلام والتحية لأهل الفقع ولا لأهل العين، هناك مع الواري محمد بن عبيد بن سويد العامري ثنائية، خلاص أصبحت ثنائية في هذه اللحظة، هذه القمة بين هذه الأسماء المشاركة، الأسماء الحاضرة. ولكن بن يريو خلاص بدأ يباعد، بدأ يباعد ما شاء الله عن الجميع، وعصا في بطانها راقده وامنه ومطمئنه ما شاء الله. صباح الخير يا اهل الفقع، جود مورنينج جود مورنينج، مع هذه السلالات الاصيله، مع هذه النوعيات الاصيله والجميله والمميزه والتي تشارك النوعيات وتشارك في المراكز الاولى ما شاء الله. تحركت الظبي الان، طارت عن الجميع، تشكل لنفسها من خلال هذه اللحظات لوحه من التنافس، لوحه من التحدي والاصرار على البقاء في المقدمه. ظبي 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 اسم
على مسمى، تصدر عليها التعليمات، تجاوب على التعليمات وتنتزع الناموس ثانينا، والناموس سيف بن سعيد بن يريو المنصوري. أول الأشواط الصباحية ذهب إلى أهالي الفقع، ذهب إلى أهالي الفقع ليعلن عن حضور هذه النوعية، حضور الظبي، وهي تسجل علامة الانتصار، علامة الناموس مع أول انطلاقات هذا اليوم، مع أول ستارت الصباح للمرموم في هذه الانطلاقة. المركز الثاني وصول مشاهدي الاعزاء من سمحه سعيد بن عبيد بن سالمين المنصوري، المركز الثالث الواري محمد عبيد وزيد العامري، والمركز الخامس هزاع بن غلام بن موسى البلوشي، والمركز الخامس ملهمه مبارك بن سالم بن قروش العويسي. هكذا كانت النتيجة، هكذا هي تحديات هذا الشوط من خلال التنافس والتحدي. نعود بالتوقيت 9 دقائق 11 ثانية 6 أجزاء من الثانية، تهانينا لسيف بن سعيد بن يريو المنصوري على فوز الظبي بالمركز الأول، تهانينا والناموس. المركز الثاني 9 دقائق 18 ثانية بالوفاء والتمام والكمال، كانت هي إثارة أو هذه سمحة سعيد بن عبيد بن سالمين المنصوري حلت في المركز الثاني. المركز الثالث 9 دقائق 18 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية من خلال هذه اللحظات أو 5 أجزاء، تهانينا والناموس لمالكها على المركز الثالث لمحمد بن عبيد بن سويد العامري حل في المركز الثالث، تهانينا والناموس.